أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء
الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله Like
ليس عليك هداه ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء من خير يوفى إليكم وأنتم لا Oh,
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم تخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم
لتفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وإن كان
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. صدقت إليه قلت فيما أحسن قلت وقولك الحق. هكذا الكرام عشنا مع طب القلوب وشفاء الصدور آيات بينات من كتاب الله العزيز قتلها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد السقا القارئ والمعروف بالمصر العربية والعالم الإسلامي العربي وسافر الرأي بمحافظة البحيرة. كل هذا نقلناه لكم صوتا وضوءا على أحدث مكبرات صوت عالمية ومأخذ الفراشة العربية لصاحبها المتوكل على الله الباشمهندس احمد خليل الحصاوي الموكب من دلقمون مركز كفر الزيار محافظة الغربية. وعلى كل من كتب العزاء كان سعيه مشكور.